فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هناك رجل في بلدنا من أهل السنة والجماعة يعالج الناس بالرقية الشرعية وبالحجامة، يقول لا يتوسع في رقيته وليس له عمل آخر، ويأخذ أجرا على ذلك لأنه يرى الجواز عند تفرغ هذا الشخص للعلاج كالطبيب. سؤاله: هل يجوز له هذا الفعل؟ نعم، يجوز له، لو ما تفرغ يجوز له يأخذ على الرقية. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم عقر الصحابة الذين رقوا اللدير بقطيع من الغنم؟ أقرهم على ذلك، يجوز أخذ الآجار على الرقية. نعم، وعلى تعليم القرآن: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.